بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، شعبة الآداب والفلسفة، أقدم لكم تصحيح باك 2018 في مادة الرياضيات، الموضوع الأول والتمرين الأول. السؤال الأول مطروح في التمرين الأول هو: أدرس حسب قيم العدد الطبيعي أن بواقي قسمته 2 أس أن على 5. ما معنى بواقي؟ يعني الباقي، وجمع بواقي باقي. إذن 2 يوافق 2 بترديد 5، 2 مربع يوافق 4 بترديد 5، 2 مكعب وهو 8، 8 كي نقسمو على 5 يبقى لنا 3، هذا هو الباقي. دونك 3 موافق ل 3 بترديد 5، و 2 أس 4 وهو 16، 16 نقسمو على 5 هو 5، 15 زائد 1، إذن الباقي لهذا القسمة هو 1. إذن 2 أس 4 هو موافق لواحد بترديد 5. ناخذ قوة ل 2 4 نضربها في ك، 4 ك، إذن واحد ثاني نضربه في الواحد هذا نضربه في ك، يقعد لنا واحد دائما، نزيدو لواحد 2 أس 4 ك زائد 1، دائما قلنا موافق ل 2 بترديد 5، و 2 أس 4 ك زائد 2 هو 4 بترديد 5، موافق ل 4. إذن القيم التي تنتمي إلى أن، القيم التي يأخذها أن وربع ك، ربع ك زائد واحد وربع ك زائد 2، ك ينتمي إلى الأعداد الطبيعية. إذن دو أن موافقة لواحد، إذا أن يساوي ربع ك، دو أن موافق لاثنين إذا أن يأخذ ربع ك زائد واحد، و 2 أن موافق لربعة إذا أن يأخذ القيمة 4 ك زائد 2. السؤال الثاني: عين العدد الطبيعي بحيث يكون 2018 يساوي 4 أ زائد 2. هذه معادلة متغير أ، نستخرج أ من هذه المعادلة، مدنا أ يساوي 504. السؤال الثالث: بين أن العدد 2 أس 2018 زائد 2017 أس 8 ناقص 5، بين أن هذا العدد يقبل القسمة على 5. أولا 2018 وشني هي؟ 4 مضروبة في 5 504 زائد 2، معناه كي نقسمو على 4 يبقى لنا 2، يسمى عندنا يسمى 4 ك زائد 2، ك في هذه الحالة هو 504. كي نديرو 2 أس 2018 معناه 2 4 ك زائد 2، وهذا نعرفو سابقا، 2 أس 4 ك زائد 2 يوافق 4 بترديد 5. 2017 وشني هي؟ 5 مضروبة في 403 زائد 1، إذن 2017 هي موافقة لاثنين، يعني الباقي للقسمة من 5 هي 2 بترديد 5، 2017 أس 8 هي 2 أس 4 مضروبة في 2، معناه من الشكل 2 4 ك، وهذه 2 4 ك نعرفوها، ها هي 2 4 ك هو 1، موافق لواحد بترديد 5. كي نعوضو الموافقات نعرفو بلي 2 أس 48 هو 4، 2017 أس 8 هي 1،
ناقص 5 وهذه 5 ناقص هذه هو 0 موافق لصفر بتات 5. اذا العدد A كما راكم تشوفوا يقبل القسمة على 5. رابعة، تحقق انه من اجل كل عدد طبيعي ان 12 اس ان يوافق 2 اس ان بترديد 5 وناقص 3 اس ان يوافق 2 ان بترديد 5. راكم تشوفوا 12 هي 12 كي نقسمو على 5 هي 10 زائد 2، اذا الباقي 12 كي نقسمو على 5 يبقى 2 و 2، اذا 12 موافق ل 2 بترديد 5. وكي نضربها في ان لهنا تولي لنا 12 اس ان موافق ل 2 اس ان ترديد 5، هذا موجود. اذا ناقص 3 وشنو هي؟ هي ناقص 5 زائد 2 اي ناقص 3 موافق ل 2 بترديد 5. وكي نهزوها بالان يعني الاس ان تولي لنا 2 ان بترديد 5. اذا 5 عين قيم العدد الطبيعي انا بحيث 12 ان زائد ناقص 3 ان ناقص 4 يوافق صفر بترديد 5 يعني يقبل القسمه بخمسه. هذه هي العباره تساوي 2 ان زائد 2 ان ناقص 4، معناه باه تكون هذه صحيحه، هذه العلاقه صحيحه، لازم ان يكون 4 ك زائد 1. علاه؟ لان 2 ان على 4 ك زائد 1 هو موافق ل 2. اذا كانت ان تساوي 4 ك زائد 1 والك هو عدد طبيعي، معناه نقدر نكتبو لهنا 2 كات ك زائد 1 زائد 2 كات ك زائد 1 ناقص 4 معناه موافق ل 2 زائد 2، 2 زائد 2 ناقص 4 يوافق 0 بترديد 5. وانتهى التصحيح، ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.